متابع بنكير في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم ونشره اخباريه جديده هنتابع فيها اخر التطورات الاقتصاديه وكل ما هو جديد في عالم الاسواق. والبدايه بالعناوين. بزياده 29.3% كيف انفقت الحكومه 1.9 تريليون جنيه في 11 شهر. 26.4 مليار دولار اجمالي صادرات دول بريكس لمصر خلال 2022. مسؤول باتحاد الصناعات 50% زيادة في شراء المصريين للذهب خلال النصف الأول من العام الجاري. الحكومة تنفي وجود عجز في معروض الأرز بالأسواق نتيجة تراجع المخزون الاستراتيجي. انتهت العناوين وإلى التفاصيل. بانكير نبض البنوك. كشف تقرير لوزارة المالية عن ارتفاع مصروفات مصر خلال أول 11 شهر من العام المالي الماضي بنسبة 29.3% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2021-2022. وقال التقرير الشهري المالي عن يوليو الماضي والمنشور على موقعها الإلكتروني إن المصروفات سجلت نحو 1.901 مليار جنيه خلال الفترة من بداية شهر يوليو وحتى نهاية مايو من عام 2022-2023 مقابل نحو 1.470.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه بزيادة 430.9 مليار جنيه. وارتفع إجمالي الأجور والتعويضات للعاملين بنسبة 15.4% خلال أول 11 شهر من العام المالي الماضي لتسجل حوالي 367.9 مليار جنيه مقابل أجور وتعويضات تقدر بحوالي 326.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له بزيادة 50.4 مليار جنيه. وتعتبر مصروفات فوائد الديون أحد أهم العوامل الرئيسية وراء ارتفاع إجمالي المصروفات خلال أول 11 شهر من العام المالي الماضي، حيث زادت مصروفات الفوائد خلال الفترة بنسبة 43.8% لتسجل حوالي 731.2 مليار جنيه بزيادة تقدر 222.7 مليار جنيه مقارنة بفوائد تقدر ب 508.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع صادرات دول بريكس لمصر خلال عام 2022 بنسبة 11.5% مقارنة بعام 2021. وبحسب بيان من الجهاز سجلت قيمة صادرات دول بريكس لمصر حوالي 26.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 23.6 مليار دولار خلال عام 2021. ووافقت مجموعة بريكس أول أمس الخميس على انضمام عدد من الدول للتكتل ومنها مصر والسعودية والإمارات وإيران. وسعت العديد من الدول إلى الانضمام لتجمع بريكس خلال الفترة الماضية للاستفادة من مميزات الانضمام للتجمع في الفترة الأخيرة منتظرة حسم مصير عضويتها في الاجتماعات الحالية للمجموعة. قال إيهاب بواصف رئيس شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات بارتفاع إجمالي مشتريات المصريين من الذهب خلال النصف الأول من العام الجاري يناير حتى يونيو إلى 33.5 طن بنسبة زيادة بلغت أكثر من 50%. وأضاف أن متوسط عمليات الشراء الطبيعية تبلغ حوالي 29 طن على مدار إجمالي العام، متهماً بعض الصفحات المعادية للدولة بنشر الشائعات المغرضة عن ارتفاع سعر الذهب نتيجة انخفاض قيمة الجنيه بهدف إحداث خلل بالسوق المحلي. وأوضح أن آلية العرض والطلب تعد المقياس الرئيسي لتحديد سعر الذهب على المستوى المحلي، لافتاً إلى تدافع المواطنين على الشراء على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية التي شهدت ارتفاعات بسيطة على نقيض ما حدث خلال الربع الأول من العام مع ارتفاع معدل الطلب. نفت وزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي أمس الجمعة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية نتيجة تراجع المخزون الاستراتيجي من المحصول وفقا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء. وأكدت الوزارتان أنه لصحة لوجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية نتيجة تراجع المخزون الاستراتيجي من المحصول، وشددت على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي بما فيها الأرز، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا كسلعة تموينية وحرة بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالة التموين بكافة محافظات الجمهورية. وبكده تكون خلصت نشرتنا. كانت معاكم هبة محمد. بانكير
نبض البنوك.